رئاسة الجمهورية عارف تماما وش ينتظرني، جهنم من هناك. بدا واثقا ومتحديا عشية فوزه بانتخابات العام 1999 الرئاسية. بدا الرجل العائد من الخارج بعد غياب طويل مفعما بقوة تنم عن ثقة كبيرة في تعزيز الأمن المسلوب نتيجة أحداث عشرية سوداء عصفت بالبلاد في اتجاهاتها الأربعة. لا أقبل من أحد أن يشوه سمعة الجزائر ولا سمعة الإسلام. عشرية حصد العنف فيها أزيد من 250 ألف قتيل وكادت أركان الدولة تتهاوى بفعلها. بوتفليقة العارف بخبايا النظام الجزائري، وإن كان البعض قد توجس منه خيفة فيما تحفظ آخرون على خطاباته الملتهبة آنذاك، فإنه بات في نظر السواد الأعظم من الجزائريين رجل المرحلة المنقذ. مدجج بشعبية جارفة في الداخل والخارج، أسهب الرجل في عشرات الخطابات المطولة معددا فيها مأساة الجزائريين وحلولا بات يوزعها ذات اليمين وذات الشمال أينما حل وارتحل. لكن أنا محروق لأنني نعرف وكل يوم نزيد نتعلم ونعرف. خطابات عززت من شعبيته، فالأمن بدأ يأخذ طريقه للاستتباب، ومشروع مصالحة الذي ما فتئ يبشر به ألقى بظلاله على الجزائر. اليتامى وما أكثرهم. لم تكن العهدة الأولى بنظر الرئيس كافية لتحقيق وعوده، فجاءت الثانية بهياكل قاعدية وقرار بمسح مديونية الجزائر المرتهنة لصندوق النقد الدولي، كانت كلمة السر فيها الطفرة البترولية أو كما يقول منتقدوها. إنجازات سرعان ما بدأت بالانحدار المدوي والتي كانت تعدي على الدستور العام 2008 أولى بوادرها، أين فتح بوتفليقة العهدات الرئاسية رغم بداية رحلته العلاجية العام 2005. واقع تبددت معه الثقة بين الرئيس ومحيطه من جهة وأغلب أطياف الشعب من جهة ثانية، فيما عمقت الهوة سلسلة فضائح فساد تورط فيها مقربوه أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة وعصابة من رجال السياسة والمال والأعمال المتزلفين على مقدرات الدولة. خطوة فتحت باب المجهول بعدما حشد هؤلاء لعهدة خامسة كانت بمثابة الصاعق الذي فجر الأوضاع وأخرج الشعب عن بكرة أبيه في 6 مليونيات سلمية تطلب بالتغيير الجذري للنظام ورموزه. فكانت هذه الصورة بعد أخذ وجذب مع العصابة المحيطة بالرئيس آخر صور المشهد الدراماتيكي.